4 كيلومتر 5 المدرسة اللي قريبة تلس هنا جميع الخضر كتكون هنا في مغاس تفاح كل شيء ولكن محرومة من الخضر يموت وما تدخلش أمبيلونس يموت وما تدخلش أمبيلونس ملي غادي كيجي كيعطيك وعود كيفوت الانتخاب ما كتعرفو ما كيعرفو جيتي عندهم بوجهك أحمر سلمتي عليهم واحد واحد وذكرتي الاسم ديالهم واحد بواحد ديال الرئاسة لم تغير شيء. متابعينا لشواقع تي في كنحييكم مرة أخرى. حنا الآن متواجدين في منطقة أيت عبد الله أمغاس جماعة الحمام إقليم خنيفرة. اتصلوا بنا الناس ديال هاد الدوار عندهم مجموعة من المشاكل فقر تهميش طرقات بزاف ديال الأشياء اللي خلات صعوبة ديال الحياة ديالهم كذلك تمن ولادهم إلا بغاوهم أنهم يقراو كاين واحد الصعوبة من نوع آخر ما غاديش نحكي لكم وما غاديش نعطيكم المعاناه انا لانني ما غاديش نقدر نوصفها لانني معيش هنا هما اللي غادي نوصفوها يعني الساكنه ورايا ولكن هذا الشخص هو اللي غادي يتكلم بالاسم ديالهم يعني سيدي اللي غادي نبغوا نعرفوا حنا في الزياره يعني جينا عندكم شنو المشاكل اللي عندكم في هاد الدوار بالاجمال لان هو اولا الطريق محرومين من الطريق كتكون شي شتاء ولادنا ما كيقراوش الا كان شي مرض ولا شي حاجه وسيله النقل ما كدوش الطريق هي قدامكم رشتوها صورتوها هو المشكل اللي عندنا الاساسي هو الطريق ماش كنعانيو بخصوص هاد الطريق ملي كتصب الشتاء ما كيدوز حد ملي كتطيح الشتاء ما كيدوز حتى واحد كتقطع كنبقاو هنا الفقر الهشاشه زيد الطريق زيد المشاكل ما عندنا سبيطار ما عندنا مدرسه حتى مدرسه خاصنا ما عندناش مدرسه عندكم شنو كيديروا في ما كيدي بلاصه واحد المسافه شي كيقرا في سوق لحد شي في مريرت شي في قبيله اخرى اللي تقريبا ديال اقل الكيلومترات اللي كيضربوا ولادكم باش يقراو اقل كيلومتر 4 كيلومتر 5 المدرسه اللي قريبه حتى لسته كاع خلي اللي كيمشي وعاود يقراو سوق لحد هذا كنقولوا ابتدائي اما الثانوي ما مذكورش هنايا يعني. حنا غير ابتدائي على الاقل تكون عندنا مدرسه ابتدائيه الساكنه كثيره الدوار كبير مساحه البلاد عاوتاني منتجه ماشي شي بلاد ديال سميتو بلاد منتجه واني محرومه من الطريق هنا جميع الخضر كتكون هنا في مغاس تفاح كل شيء ولكن محرومه من الطريق حيت نتوما كما قلتي بلاد منتجه يعني خص ضروري تكون عندكم طريق مزيانه باش يجيو الناس يتقداو بزاف الحوايج فوالا خصنا الطريق ضروري الطريق لان حنا محرومين البلاد هنا منتجه ماشي شي بلاد سميتو وامغاس معروف على الصعيد الاقليمي كاع اكبر مساحه مسقيه في اقليم خنيفره هو امغاس يعني من غير هالطرق المشكل ديال الطرقات نهضروا على المشكل ديال الصحه ضروري خاص تكون عندكم يعني الضبه ولا الدكاتره هنايا كاين شي بلاصه كتمشيو داو فيها صافي ما داك ندي بلاصه والمريرت يعني كتمشيو حتى المريرت الا وقعت شي حاجه يعني مستعجله شنو كدير انت بحال كان الصيف ولا شي حاجه كتقدر تدخل لومبيلانس ولا تدخل شي مول طوموبيل ينقد المريض الا كاين في حاله بحال هكا ما كتدخل حتى حاجه يعني شنو المريض يموت وما تدخلش لومبيلانس يموت وما تدخلش لومبيلانس ملي غادي تدخل الطريقه هي قدامكم هانتوما كتصوروها شنو شفتو شنو كاين حنا راه محرومين النقطة الأساسية الطريق زيد عاوتاني خصنا الماء زيد خصنا مدرسة زيد حنا راه مهمشين ما مذكورينش كاع واخا ذكرتي التهميش غنسولك كاين انتخابات هذاك الوقت ديال الانتخابات كتصوتوا على واحد المنتخبين باش يمثلوكم فين هما اليوم كيجي كيعطيوك وعود كيفوت الانتخاب ما كتعرفو ما كيعرفوك شنو الوعود مثلا اللي عطاوكم في الجماعه الطريق غادي نديرو الضو غادي نصاوبو السواقي غادي بزاف ديال الوعود كل واحد والطريقه ديالو واش كيجيك ملي كيفوت الانتخاب ما كتشوف حتى واحد حنا تعطاونا عهود على الطريق ماشي مره ماشي جوج وشي حاجه ما شفناهاش تعطاونا الوعود على المستوصف باش يكون غير مستوصف صغير قروي غير سميتو العلاجات الاولى بعدا ما كاينش يعني هاد الوعود كانت غير باش يدوزوا الفتره الانتخابيه والحمله ديالهم وانتم تصوتوا كل موسم كل انتخاب كيجي واحد كيعطيك وعود والو غير كذبه ما كاين حتى شي حاجه الساعه دابا تقريبا اخر منتخب يعني خمس سنين دابا حاليا هو في الرئاسه شنو غير في هاد الجماعه ما غير حتى حاجه حتى حاجه ما تغيرت حتى حاجه ما تغيرت الاصلاح ديال السواقي راه جا من الفوق من المبادره الوطنيه الله ينصر سيدنا الاصلاح ديال السواقي راه ماشي من القرويه ماشي هو اللي تصاوبوا شي حاجه السواقي وشي حاجه مازال هادشي راه جا من المبادره الوطنيه خمسة سنوات مازال كتعانيو كنتو على امل شي حاجه تبدل ما تبدل والو كنزيدو نزيد كل الطريق كتكون شويه العام الاخر كتخسر خمسة سنوات شفنا فيها غير التهميش ما شفنا حتى شي حاجه زايده شنو الحل؟ الحل هو كنشدو السلطات المعنيه بالامر ضرب فينا الفقد تشوفنا طلع علينا تشوفنا السلطه
من المنتخبين، من القراوية، من المجلس الإقليمي، من السلطة القريبة لكم هم المنتخبين ورئيس الجماعة، واش تواصلتوا معاهم؟ عارفين هذه المشاكل؟ عارفين هذا الشيء كله، عارفين تيجيو في وقت الانتخابات شايفين الطريق راه عارفينها. إلى حد الآن ما كاين حتى شي حاجة، حتى شي تغيير ما تم. ورغم ذلك راه العضو ديالنا هو رئيس ديال الجماعة القروية، العضو ديالنا هنا هو رئيس ديال الجماعة القروية. آخر مرة جا لهذ المنطقة؟ قبل الانتخاب. يعني من الانتخاب خمس سنين؟ خمس سنين. آخر مرة شفتوا المنتخب ديالكم خمس سنين؟ آخر مرة شفنا خمس سنين. وفاش غادي يجي باش يدير الحملة كيعرف الناس واحد بواحد. دابا تقدر تمشي عنده يقول لك شكون أنت، ما كيعرفش كاع. ما عقلش عليك كاع. فاش غايجي للحملة راه كيجيب السميات، أهلا لسي فلان، أهلا لسي فلان. من بعد ما كيعقلش عليك كاع. تمشي لأي وثيقة دابا يقول لك شكون أنت، منين جيتي وفين كتسكن. هادشي كنعانيو منه مرارا، ماشي خطرة، ماشي جوج، ماشي ديما. لحد الساعة على حسب ما قلتي خمس سنوات ديال هاد الرئاسة ما تبدلت فيها حتى شي حاجة، كيعرفوكم كيقلبوا عليكم الوجه في الفترة اللي كيكونوا فيها في الرئاسة، من بعد كتقرب الانتخابات كيجيو عندك. صافي قرب الانتخابات دابا غادي عاود يجيو وجوه جداد عاود. فعلا بحال والو، كل بحال اللي كيوقع ديما كل موسم. واخا هاد المنتخب اللي قلتي اللي في الرئاسة يعني من عندكم من الدوار ديالكم، واخا واش فيه تواصلتي معاه؟ عيطتوا ليه شي واحد من الدوار عيط ليه قال لي اجي تشوفنا، اجي شوف حالنا؟ ليهم جاو من مورا الانتخاب، جابوا واحد نهار نيبلوز ولا يومين دوزوها في شي حفيرات تما صغار، مشاو بحالهم يعني راه بحال لا تعطى شي بروجي ولا المهم ولا من الجماعه ولا المهم داروا شي كذوب واحد نهار ولا يومين مشاو بحالهم. الطريقه انتم شفتوها دابا راه ما كاين حتى شي حاجه. يعني مره واحده كنعانيو حنا دابا كنعانيو، الساكنه راه كتبكي، راه كاين الناس اللي واصلين حتى لحد كاع. في الحمله الانتخابيه جات عندنا الرئيسه، هي العضوة ديالنا النيس، هي العضوة ديال هاد المنطقة، وفي نفس الوقت هي الرئيسة ديال المجلس القروي. جاتنا عطاتنا وعود على هاد الطريق، وعود أخرين كثار. من بعد الانتخاب جابت نيبلوز، دوزاتها واحد اليومين هنا، ومشات بحالها، هادشي اللي دارت كاع، من نهار من الانتخاب هادشي هو اللي وقع. يعني هادشي كان مجلس الترويج للحملة الانتخابية صافي. الحملة الانتخابية، صافي، هادشي اللي كاين. يعني نتوما هنا كساكنة ديال هاد الدوار حكيتي لنا على المعاناة، الناس تبعوا معاك المعاناة ديالكم، نتوما باش كطالبوا شنو بغيتوا في التحسين لهاد الدوار هذا؟ كنطالبوا الطريق أولا، النقطة الأساسية كنطالبوا الطريق، كنطالبوا المستوصف، كنطالبوا مدرسة، وكنركزوا على الطريق والمدرسة. يعني إذا كانت الطريق نقدروا نوصلوا المستوصف واخا ما عندناش هنا ما حضرش هنا، وإن إلا ما كانتش الطريق راه محرومين حتى من شي حاجة، وحتى المدرسة إلا ما كانتش الطريق ما كاينش شي معلم اللي غادي يقدر يجلس لك هنا ولا سميتو. النقطة الأساسية الطريق، النقطة الأساسية علاش نركزو حنا الأسبقية هي الطريق. مكرفسين حنا ممشين منسيين كاع، كأننا ما كاينينش على الكرة الأرضية. يعني متابعينا كيف ما تبعتوا هاد السيد هذا تكلم باسم الساكنة ديال الدوار، هذه رسالة المنتخب اللي كيمثل هاد الناس هادو اللي وضعوا فيك الثقه. كنتمنى الا تفرجتي في هاد الفيديو هذا انك تشوف من حال هاد الناس، حيت واحد النهار جيتي عندهم بوجهك احمر سلمتي عليهم واحد واحد وذكرتي الاسم ديالهم واحد بواحد، داروا فيك الثقه وقالوا بان هاد السيد هذا منا ولينا، وهذا اللي غيبدل وهذا اللي غيغير وغيحسن الوضعيه ديالنا. لكن في الاخير كما جاء على لسان هاد السيد ما بقيتيش كتعرفهم، ونهار كيمشي عندك شي واحد كتقول ليه شكون انت. اذا هنا خاصك بالعكس ما تقلبش وجهك على هاد الناس هادو، الا وضعوا فيك الثقه هاد السنه راه ما غيوضعوهاش فيك في الانتخابات الجايه، لانهم هما بغاو التحسين، هما ما خاسرين والو، غادي يمشي غادي يدير كروه وغادي يصوت، ولكن ملي شاف فيك انك انت ما درتيش اصلاح، كيف ما تبعتوا التصريحات، خمس سنوات ديال الرئاسه لم تغير شيء، داكشي اللي كانوا هما عندهم احلام، وكان عنده يعني هو كيقول لهم راه اهداف انتخابيه وهنا اش غندير لكم اش غنبدل لكم، ما بدل والو، ما غير والو، فقط قال لك انه جاو قادوا جوج حفيرات في الحمله الانتخابيه، من بعد ما بقاوش شافوه في هذه المنطقه لمده خمس سنوات، لذلك رسالتهم للسلطات اللي في مدينه اللي في اقليم خنيفره، لان الجماعه ما دارت معاهم والو، انهم يجيو ويشوفوا من حال هذه الساكنه ويغيروا لهم هذه البنيه التحتيه، لان صراحه حنا باش دخلنا راه تقريبا 45 دقيقه غير من يعني الشانطي الفوق باش ندخلوا هذه البيست هذه، بالخصوص انا شتا كتصب، يعني فما ادراك بهاد الناس اللي كيمشيو فيها يوميا، وليدات صغار كيضربوا اقل مسافه 6 كيلومتر باش يمشيو يقراوا. متابعينا كان هادو يعني المعاناه ديال هاد الساكنه هادي باش توصل للمسؤولين ويوقفوا معاهم ويغيروا الوضعيه الاجتماعيه ديالهم. كان معكم حمزه مندوب خلف كاميرا عزين سطوري، لنا الصوره لكم التعليق، تبارك الله عليكم.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.